تأكيداً لهوية الشمال المنضوية تحت راية الدولة ومؤسساتها ودعماً للجيش اللبناني، نظمت جمعية الحداثة ولجان نسيج بالتعاون مع بلديات المحمرة، المنية وبحنين لقاءً بعنوان متضامنون مع بحنين في قاعة بلدية المحمرة في عكار، حيث أطلقت حملة مدنية لمحو آثار الحرب وعودة الحياة سريعاً إلى طبيعتها في المنطقة التي شهدت أخيراً معارك بين الجيش وإرهابيين. ستتم دعوة الهيئات على اختلافها من مدنية وسياسية وبلدية من أجل العمل السريع ودعم الأطراف المجتمعة اليوم بشكل فوري على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وإن مكتباً للمراجعات لهذه الغاية سيتم افتتاحه قريباً في المنطقة. كما وتم تشكيل لجنة طوارئ ستبدأ الاجتماع اعتباراً من يوم غد لوضع آلية تنفيذ الحملة وتنسيق الخطى مع بلديات المنطقة المعنيين، على أن تتم متابعة الأمور مع الهيئة العليا للإغاثة والمنظمات المانحة. من جهته أكد رئيس بلدية المحمرة الوقوف صفاً واحداً إلى جانب بحنين وبلديتها وأهاليها للخروج من هذه المحنة. بدوره دعا نائب رئيس بلدية المنية المحامي محمد الخير الهيئة العليا للإغاثة إلى الإسراع بدفع التعويضات لأهالي المنطقة المتضررين من الأحداث الأخيرة.